Massive. مشاهدينا مساء الخير ومرحبا بكم معنا اليوم في حلقة جديدة من حلقات برنامج جوسيب. طبعا ملي كنقولوا جوسيب كنقولوا يوسف أوزيلال. مساء الخير. مساء النور والسرور سارة عزمي. لاف يو سارة. كنخرجوا لي من التام ديال المناسبات الدينية حيت شاورنا معاك انا كاش غنلبسو قلتي لنا سورتو با البلدي حنا على نيتنا قلتي لي انا واحد الحلقة بوحدة بغينا نلبسو بغيت نلبس بوحدي البلدي باش انا وحدي نضوي البلاد انا مضوي البلاد بلا بلجي زعما لا ما تخاف نفس اوفر والغوجاليل بيان سور الغوجاليل جديد ديال العيد الغوجاليل ديال العيد لا لا حيت دابا انت قلت لك غير داكشي ديال الهنود وداكشي كامل والطاوس وداكشي كامل وخلصتي بقيت انا مضوي البلاد وشكرا لا ما كاين حتى مشكل حيت انا غنخليك ساعه نسيي البلدي وداكشي كولو وفي جعبتي الكثير اجي العماريه نقول لا والله لا ورا داير هو داير فواياج للهند السيمانه الجايه باش يمشي جبالش بعدا من انتي بخبارك ما غيمشيش اصلا امشي جبال عطريه انا شاكه فيه انا منكم صراحه زعما من الاخر انا شاكه فيه غادي لاكادير دابا هو يوسف غادي لاكادير ولكن هادشي ها فيما تنقول واش غادي لاكادير هو كان غادي لاكادير وانت اللي قلتيها لي ما بقاش تقول لي لا تنقول واش غادي تقول لي لا وهذا وانا شاكه فيه غادي لاكادير وما بغاش يقولها حتى غير رجع نمشيو لاكادير نتلقاو ليه لا 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 دابا عندي واحد عندي واحد لعيبه في دماغي دابا انا نقول غادي لتا بلاصه كون نقدر نكون ناعس ونفيق مع الخمسه الصباح وندير البالي سيتاق ونجمع ونطير اون 10 مينوت بلا ما نكون بروغرامي يعني سي تري غار فاش كنبروغرامي نسافر ومني كنبروغرامي كنجمع فاليز وكلشي وكنبروغرامي وكلشي ما كنسافرش انت دابا غادي لاكادير ما غادي لتا بلاصه نمشي تحال طارق نمشي عن طارق بزوان لا دابا ديك الساعه قول لي حيت غنتقلق غير ولا نمشي والله ما غادي حلفتي لاكادير ما غاديش العريش ما طلعش بعيد الحال بعيد من مراكش صافي الوان ما عرفتش نشوف لي فول ولا باقي والله ما غادي لطنجة لا والله ما غادي لطنجة نقول والله ما غادي للعيون هذا رسمي عرفتي شنو نقصوا الناس اللي كيتفرجوا فينا انا بان ليكم تما كيدوسوا لينا ميساج عين زينه يبحث عن فضولي المهم نمشيو نبداو بالصمخ في هذه الحلقه غادي نشوفوا راي فريق جوسيب على الاعمال الرمضانيه لهذا السنه وغنتكلموا على التصريح الخطير اللي خرج به ابي ياسمين صبري والكود كار ديالنا اليوم هو رجوع سعد المجرد للمغرب باش يحتفل بعيد الفطر مع عائلته خليكم معنا وما تزابيوش نبداو باول فقره واللي هي اش طارج أشتاري بيان سور الحمد لله دوزنا شهر رمضان الحمد لله دوزنا اليوم الحمد لله العيد كل شيء هو هذاك وقعوا بزاف ديال الحوايج في مواقع التواصل الاجتماعي في علاقه مع هذه المناسبه بس غادي نبداو بالحاجه بالحاجه غنبداو باول حاجه بالمسلسلات برامج اللي سالاو هي الاولى باش نعقل عليها وغادي نهضروا على ليله 27 والاحتفالات ديال الدراري الصغار ديال البنات ديال ليله 27 باش بغيتو نبداو بالمسلسلات ولا ليله 27 مسلسلات بلاش انا المسلسل تاعشيوني صافي عيار ولكن كنتي موتيفي في الاول تاع رمضان خي موتيفي باسكو واحد الانسان اللي كنبغي لو برودوي لوكال وكان موت على اي حاجه مغربيه كما بغات تكون صراحه يعني كان ديما عندي امل ان اللي برودوي ماروكان يكونوا زوينين فهمتي يعني بحال كاع المغاربه فاصون مي جو سوي ان بو ديسيو ان بو بزاف ديسيو دونك لقيت ديالكم على 20 المسلسلات الرمضانيه نبدا بيوسف لا انا شكون انا غادي لا لا انت مشاهده مغربيه شكون انت اقل من الوطنيه المغربيه انا غادي ندير واحد 11 على 20 سارة شويه المعدل بكل صراحه نقول علاش قلت وكل واحد يقول علاش قولي علاش 11 انا فتم شويه المعدل حيت فوالا كيبدا في هذيك المره
كاين مواضيع طرحوا اللي با مال اللي فوالا كان خاصنا اوزيو نهضروا عليهم نهضوا عليهم كلكوزا ماشي كلشي و11 سي كو مازال خاصت اميليورا كوتي تكنيك كيف السرتيليا القصه سيناريو كيف قلتي ابتسام دونك كاينين دي شوز اللي خاصهم يتقدموا مي المواضيع كاين السس وكاين لي زاكتور مزيانين دونك باقي غير كلكو ديتاي المعامل اللي عندك انتي كود كوغ كاين جوجو جو كاين حسن الفد لو بروجي اللي دار حسن الفد اي باسو كلا كملتيهم كود كول العمل كود كول عندك كود كول عندي دار نصا مالوغوزمون علاش دار نصا عجبني لي كولور وداكشي اللي فيه مي كيف قلت تصنت بديك اللهجه اللي تقاتلوا معاها الموضوع اي تري امبورطون très très important le monde ولكن كان يمكن يكونوا plus خصهم ما بحال ما خافوا يتعمقوا فيه بزاف كانوا كانت عندهم واحد لا ليميت وكنت باغاهم يفوتوا ديك لا لين مي ان توكا لي دي اي لا غنخلي يوسف هو الاخر باش لو ما يقول لا فان انا غادي نعطيهم سعود انا 20 غوزمون كنتيش الاستاذه ديالي انت صدقني يا ربي الله كيعجب باش كيعجب وصيان فرج كتني 10 مؤدان هي كومون مويان نجحتي هي نجحتي بوغ مو ما كاينش النجاح اوكي علاش ما كاينش نجاح علاش ما كاينش نجاح بزاف ديال في لي سوجي دابا حنا غنقولوا غير بلتي هادشي كامل عندك واحد ثلاث المسلسلات نايض عليهم الدرجه كامله يعني المملكه المغربيه كلها كتفرج كاين واحد المسلسل يمكن حنا ما نقولوش عليه بزاف ودايور بزاف الناس اللي لونغو ماركي انا ما شفتوش اللي هو بنات الحديد وفيه فيه دي كرون زاكتور فيه فاطمة زهرة بن ناصر فيه امين ناجي تيسمروسي فيه عاجل دونك ابارامون انا مازال ما شفتوش كنستنى يخرج رمضان باش نشوفو مزيان مي سمعت بزاف الناس كيشكروا فيه ديجا انا غادي نعطي واحد لا رمارك اللي لاحظتها في هاد لا سيزون تاع رمضان هذا اللي دويش على بنت الحديد ديجا عندنا ابتسام العروسي وامين ناجي كاينين في دار النساء وي ابتسام العروسي وامين ناجي كاينين في بنت الحديد ديجا باش نجيب جوج الممثلين لي ميم في جوج الاعمال الرمضانيه معروفه كاين مشكل لا ما كاينش مشكل نو سمح لي عمرك شي محمد رمضان دير ثلاث المسلسلات لا اصبر عاوتاني عاوتاني يلاه غنتعاير عاوتاني القضيه انا نقول لك علاش انا كتبقى الرؤيه ديال المخرج حيت يقدر يكون ان بروجي كيدار وان اوتر بروجي كيدار ولي رياليزاتور ما عارفينش انهم واخدين نفس الكاستينغ ديال الممثل ما فراسو لا الممثل خاصو يخدم كيفاش خاصو يخدم الممثل خاصو يعيش سوي ديزولي الممثل خاصو يعيش لجينا عنده العام كامل باش يعيش لا ما عندوش العام كامل باش يعيش كاين انتاجات رمضان يوم اللي كيداروا ما عندوش العام كامل يعني يقدر مثلا دار رمضان يقدر ما يعاودش يخدم على 4 سنين يقدر ما يعاودش يخدم على 5 سنين كاين بزاف الممثلين ما خدموش هذه 10 سنين 15 عام كوم كاين ممثلين كيديروا 7 لي بروجي في عام واحد اولا في شهر واحد سوي داكور افيك دابا السؤال اللي كيتطرح واش عندهم نفس الادوار واش سي الميم جو واش سي الميم هذا انا جو بريفير واحد الممثل واحد يتكونسونطرا عليه كما قال يوسف بريباري الحوايج ديالو بريباري الشخص هي ويخدم عليها ويدير خدمه تاع يكون فيها بارفي وراه كيعيطوا لك ابتسام سمحني كنقطعك راه كيعيطوا لك بعض المرات بوش تخو بعض المرات سناو كونطرا معاك اولا بغاو يسناو كونطرا معاك ناض مرت الرياليزاتور ولا مرت البروديكتور ما كتحملكش انت ما كتبغيش تشوف في التلفازه كدير سبعه في ودنيا النون الا هذيك هي ما تكونش غيجيو غيقولوا ساره فوالا اون ا كومونسي ان بروجي اون ا بونسي ا توا وخا ساره عفوا ايزون با بونسي ا ال حيت هذيك السيده ما بقاتش بعد البروجي رومبلاسمون لان هذه السيده عندها ديزونكاجمون عندها دي تريت ابي عندها دي زونفون عندها دواء عندها اللي عند الناس كاملين دايو باسكو سان سان ترافال هذاك هو لو غان بان ديال الناس دونك ديكو الي اوبليجي داكسبتي ويقدر يكون الكاشي با لو ميم تقدر انت طلبتي واحد الكاشي و لوتر اكتريس تاخذ غير لا مواتي وهما كيشوفوا تو سكي رونطابل دو توت فاسون وغياخذوك انت في بلاصه هذيك ديكو ما كتوجديش لو بروجي انا شفت ممثلين تعيط لهم لا في ديال الخدمه صعيبه هادشي وباش الممثل يفكر في الاكسسوار اي تو اوكي سي تري بيان اللي غيفكر في الاكسسوار يفكر في الرول ديالو سي بيان دونك هذاك ربي عطى واحد القدره انه يقدر وكاين واحد اخر عنده ضغوطات ديال الحياه كيبغي غير يصور يمشي في حاله طارق في راسو راه لا سيتوياسيون غير با لا ميم راه عطاش لو كونفور يعني ديال الممثل كارافان ديالك وكتدخل واللبس بتاعي والماكيير بتاعي ما عندناش هادشي فوالا ونهار الديري ما بقاوش يعيطوا عليك
اصلا نهار تجيبي شي حيدوا ما يبقاوش يعيطوا لك نهار مثلا تقول لهم فوالا انا جو سوي ماناجر ديال فلان حق طططط ما يعاودوش يعيطوا لك. يعني انا متفقه معك في هذا الشيء اللي كدوي انت على ضغوطات الحياه على الفلوس الانسان محتاج الانسان خاصو يخدم. يعني بعدنا على الفن وانا في الخدمه انا كنهضر على بوان دو في فني كندوش على الخدمه ما كندوش على المشاكل درتني هيدا فني نمشيو نديرو في بوليوود ولا في هوليوود. اسمح لي هو دابا حنا انا كنهضر على الفن واحد النيفو وصلني في الموسيقى باقي ما وصلتش في التمثيل وهذا هو المشكل اللي عندي انا. اتفقي. يعني مثلا سعد المجرد ما غاديش نقول لك واخا خاصني نخدم خاصني ندخل فلوس يخرج تحت معمر تاع اسماء المنور كيخرج اغنيه بريباري باقي لها ثلاثه شحال كاين من مغني في المغرب عندنا بحالهم في التمثيل؟ لا سي سي كاينين كاينين يعني هو نجم شباك بحال هكا في رمضان كيكون هو لا ستار ديال رمضان اللي عنده عمل واحد ولكن عمل واحد واعر. لا ما عندناش ما عندناش ستار ديال في التمثيل اصلا باسكو باقي عندنا حنا بدو عندو لي كونترانت ديال لي بيتيت كونترانت يعني بوان دو في فني ما يخسرش خاطر المخرج ما يخسرش خاطر يعني ما عندناش ديك لانديبوندونس ديال الممثل اللي كيخليه هو اللي عنده الخيار فوالا ومنه الجمهور وكاين حتى اللي عنده الخيار وحيت عندنا واحد القضيه ديال والله لا خليته الاخر اوسي فهمتي عندنا حتى اللي عندهم الخيار كاينين كاينين ممثلين باش ما نسماوش كنكذبوا كاينين ممثلين ربي الحمد لله وسع في رزقهم يا ممثلات حداو رجال عندهم فلوس يا ممثلين خداو عيالات عندهم فلوس كاين حتى ممثلين واخدين عيالات دو ماليين تي فوا دونك واخا لا لا ما الا هذيك دونك واخا واخا نخدم انا فابور كاين اللي تقدر تخدم فابور باش يطير من ان بروجي كاين بزاف تاع السن حنا ماشي في الفن حنا ماشي في الفن حنا بعاد على الفن حنا كنسمعوا فوالا سكي في بوان دو فيو فني هادي انا نوت ديال شي انا شنو الكود كور ديالك؟ الكود كور ديالي هو دار النساء باسكو اقل ضررا كوميم سيناريو ممثلين كما قال لك المرا يوسف ديكور دايوغ جو بونس الوالي ديال المدينه ديال طنجة صيفط رسالة شكر لسامي أقريو وحطوا لي رسالة ديالتهم كيغوميرسي على ليماج ديال طنجة إي جو سوي داكوغ على الشيء تستاهل تستاهل سامية أستاذة سامية تستاهل وي الطريقة ديال الطريقة ديال التصوير والطريقة ديال باش تقدم المسلسل كاين انفيستيسمون الديور كيفاش زوينين كاين انفيستيسمون في لو كادر كاين ان كادغور كاين ان ديوب واعر وي سي فري. ابخي غاديش نشدو في اللغه باسكو اللهجه ولا الكنه كيما كيقولوا الناس باسكو كاين اعمال اخرى يكون كنا مشكلت من الكنه ولا لاباس. لو كو دو كول عندي سي بارطاج اونتر دو بعدا جوج جوج باينه. لا ايوا لاباس سي با مون كو دو كول. ماشي هذاك راه كما كان الحال سا ريست عمل كوميم منقي. وي ممكنين زوينين. كو دو كول عندي الاول عندي جوج ديال لو كو دو كول الاولاني هو مراد العشابي. نسيت هذاك ما نحسبوش انا التمثيلات سيرتو باسكو تا هو عامل كاميرا كاشي هذاك كاين شي حاجه كفز من كود كول نقدر نقول انا حيت كنشوفو كل مره كنشوفو ما كنخرفيقه انا ما شفتش انا بصراحه اسمح لي ولكن انا ما شفتش اكبر تخربيقه وكلشي باين بالله راه بريباري وبزاف ديال العنف وبزاف ديال السبان وبزاف ديال ما فهمناش ما كاين حتى شي متعه في هذاك العمل شي واخا مراد العشابي وطونك بوحاور في هذاك الستيل ديالو جو تخوف اي لي توب اكستراوردينير اي لي توب لكن انا اللي فكرت له بلوس هذا البوان تري دغول وطونك بوحاور في داك الشيء اللي كيدير جو تخوف تري بيان ديما كيجي شي ربدان وكيدير هاد كيبيعوا العشاب هاد البيتشيز لا ولكن اتوندي شي كاع هيا كاميرا كاش وها هو شي صداع اوكي واتي كيفاش كيماكيو ليه انا كنشوفك ما كنقدر ما يمكنش راه ما عرفتش واش شاف راسو ولا لا بالكحل وداكشي طبيعي مش مزيان ماشي انسان سي موش راه زعما ماشي كيترانسفورميك كنردك شي حاجه ناتشولو العلامه كيردك لا شيء فوالا العلامه تاع العلامه ما غنشوف فيك باش نعرفك شكون سي سا سا ماتيغ باش نشوف عاد غنفهم بلي ما يمكنش تكون انت مذيع بهذاك اللوك وداك الشعر وداك الشيء كامل ديجا سي سا جونك هذيك اللي كانت معاه هي اللي ولات ستار اكثر ابارامون كيبارطاجيو لي فوتو ديالها فريمون هو اللي لا كلاسيتو في الاخر الكود قال ثاني ديالي اللي ولا كود قال هو حسن الفد علاش حيت قلتي لي بدل كل مره كل مره اوني فريستري بحال دابا لا ديرنيير بارتي ديالتو حتى هي فيها دي بلاغ ما كتفهميش مراتو كتقول لي زعما تيقول لها لا واه زعما قلتو لوتس شوت شو شوت نيت شوت يا نياغارا لا تحمل من سطح علاش انا درت جوج كود كور تو سامبلومون باسكو ما عرفتش علاش انا حاسه الفد كنشوفو يقدر ما يدويش يقدر ما يدويش كنشوفو انا السيد كيضحكني هو كيفاش
واخا يهضر بالشينويه. شوف حسن هذيك الطريقه اللي ميميك ديالو هو هو كان شخص جو بونس كو اثر عليا من لي ديرني طراباي اللي دار ليهم زوينين بزاف. ولا من ا ليبوك ما كنا كنشوفوه مع كلكو مارك دوبيراتور و لي كاميرا فا كاميرا ماشي كاميرا كاشي كان كيدير دي سيت كوم دي سكتش كان كيعجبني و دونك عز عليا الخبا جاني حسن الفد بحال وليد الركراكي من المونديال اللي خسرنا في الخبز اللي فخيك مشينا رابيدمون فريمون فراس لافوكا ولكن سافري من اعمال واعره وانديسكوتابل العمل في الدي تي في كان نعم هذا كنقلب عليها هذا كنقلب ابداع دو الشيء ابداع واسفاه بزاف ابداع الابداع ابداع كتفكر فاش كيديروا الطلعيه الغاز كيجيبوا البطه صغيره عند راسو والقوق شوفي داك الشيء داك القوق ديك ليماجيناسيون خطيره من قبيله بولانا تدخل للتاني ليماجيناسيون خطيره اللي كتكون غير عند لي جيني ما كاينش داك داك الخيال بس با دوني ا تو لو موند انا باقي عندي باقي عندي داك حسن الفد انا فرنسا لا لا دي فراز دي ريبليك كيقولوا ما حسن الفد كيدخلوا في التاريخ المغربي سافو دير كومون من دي فيناليست دو موند اللي خرجتي من تشوفوا افريقيا هو اللي وقع بهذا العمل تاع رمضان جينا بريسون كسب حسن الفد اي تيلمو بحال دابا مثلا في عائلتي انا وفي الاسره ديالتي وفي كل شيء عندنا دوش على كوميدي في المغرب كاين حسن الفد بوحدو كدير على حسن الفد فهمتيني كل شيء حنا كلنا اون سيدي كيس كي سي باسي علاش بوركو ابخي كتلقى دي كومونتير ديال الناس لا لي فيديو ديال السي حسن هاد الاخرين كيقول لك لا انا ما فهمتش واحد الكوميديا عميقه قلت له ما بو عميقه شنو عميقه دابا الناس كيبغيو يديروا فحب حيت ما بغاوش بحال ما بغاوش يتصدموا بحال ما تقبلوش باسكو كنت شويه كلكا كيدا في الجو ديال انا اش كيوقع لي انا ما تنتفرجش مثلا فهاد لي كا ما تنشوفش نهائيا كنسمع غير الاصداء ما كنبغيش نشوف باسكو كنتاثر بزاف باسكو بيان سور حسن الفد انا جو مدرسه ديال الفكاهه وديال ليمور نوار وديال لانتيليجونس ديال الاكستريم ديال لانتيليجونس بالنسبه لي انا كاين وي كاين الفكاهه في المغرب مع احترامي جميع الناس اللي كيديروا هاد الدومين وكاين حسن الفد هذا اللي كلش كيقول لك كل جوادين كبوا كبوا فوالا دونك رمضان جو بونس كبوا جو بونس كبوا هذا رمضان فنتمناو تكون شي حاجه اخرى من بعد احسن من فاصل ونواصل لا هذاك ما كنشوفش انا باش نقول لك الا كان عندي لو شو غندوز حسن يوسف خليك حتى الاخر فهمتني يلا قول حقيقه انا لو بيان سور الوغ انا دار النساء عجبني بزاف جي بوكو ايمي بين القصور عجبني بزاف ابخي كاين دي ديتاي اللي ما كيعجبونيش كاين شي حوايج كنشوف ان بو ريديكول حيت انا طحنا في داكشي ديال انت امك غير مربيه كلشي ثاني ما مربيه هذا هو المشكله ديالنا دويتي انت على امك على انت الدري مربي او لا على الدري جيتي من طريقه غير من غير شرعيه فكلنا كنمشيو في هذا الاتجاه غنديو على على سعايا كلنا غنمشيو لسعايا غندوي على هذا هو المشكل ديالنا اننا كنا كنمشيو كلشي بحال تقول لي سيناريست كيدوم مع بعضياتك علاش نقول لك هذا العام ندوي على هذا الموضوع كيجي شي فهمتي بحال كلشي اتفقنا غندوي على واحد الموضوع هذا العام هو اللي غندوي عليه كل عام عندنا ديما شي مسلسل شي واحد القبيله راه ماشي ولادو راه مربيينو ديما ديما في شي دور فهمتي يعني لاحظت هذه القضيه كاينه تري طوندونس هذا العام ديال 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 التربيه انت امك ضبات كنكتشفوا حتى كنوليو رجاله وعيالات حاجه واحده اخرى كجو بروش انايا هي ممثلين ما عندي ما نقول صراحه لي كاستينغ غير نادر كاين شويه شي واحد اللي مزقول اللي جو معرفت تاع حتى ماشي واحد القله قليله مي سافا بارابور لي 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 زاني الاخرين كانوا كيكونوا فريمون كتلقى ممثل 60 واحد فيغورون اللي خداو دي رول برينسيبو ما عرفتش وين كيجيو مي هذا العام جو بونس كتزيروا شويه بس تري بيان كاين مشكل في الانتاج كاين شح في الانتاج كتحس انه كاين il y a un manque de moyens في الانتاج لو ديتاي قلت لك ديك المره في الاكسسوار ما كاينش لو ديتاي ما مدروش كنحس ان الناس مدروكين هكا كيباكليو مي كممثلين ما عندي ما نقول شهادتي في مجروحه كامل الممثلين تبارك الله عليهم نقطه يوسف نقطه تسعود نو مور وتسعود جيت تري جينيرو باسكو جو سي كو انا اللي كنت كنقول مي جو سي كو الممثلين عندهم بزاف 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 ما يتقالوا بزاف ما يتعطى وكاينين بعض الممثلين ما غاديش نسميوهم اش خلوهم مصريين
اخذوا الم جامد في روحهم ولاو كيبغيو يديروا تري ناتوريل حتى صافي فاتو ناتوريل هي دونك ديك الحساسيه ديال انني انا واحد الممثله وبديت كنكبر وهادو ممثلات صغار طلعوا كيطيروا دونك انا غندير واحد لو ستايل اخر باش انا ما يغطوش ليا انا حيت ملي كتولي انا عند لارتيست مشى دونك انت يا ممثله وخا ضربي 70 عام ديال الكارير خاصك ضروري ما تبقي دائما كتجتهدي ومن الوليدات الصغار عاد تعلمي لي انا لا جينيراسيون اللي طالعه طونسيون ممثلات طالعه جينيراسيون جو بارل دو ممثلات طالعه جينيراسيون ديال البنات صغار تبارك الله كيطيروا دونك سموا الغيره وداكشي في البلاطوات ودوزوا حدا عباد الله ما تسلموش عليهم بداو تخنزروا وتهزوا حاجه وتحطوا حاجه بلاصه صغاريه وداك التبلدين وتبقاو تغلاض وتتفرقوا بلاصه صغاريه اللي كتعرف شي صات تمشي تريني فيها اللي تمشي درت كمي من هذا اللي وجهها طايح تمشي تعاودوا لان طالعه جينيراسيون كطير غتمحاو بالقومه دونك بلا ما تقدروا في تري ناتوريل باسكو لو تري ناتوريل ساتو لو ناتوريل فوالا كود كار ديالك الكود كور ديالي جوجو فينالمون ابري تو جوجو خبر لي واحد اللقطه فريمون ضحكاتني ان التيباريه كي جوست مانيفيك في الرول ديالها صحار صديق كنجوج لها احسن تحيه مي كنعاوتاني غوبروشي لمالي لاكسيسوار ديال التيباريه اللي ديما اوت و سي تي دروغي وجالسه هي كتسعو كلشي كتحط لا تايير ديال الطوس كتحط لي طاس ولي سوطاس داكشي بيدرو فيغيريوا بارك علينا سي فوبلي الناس ما كيشربوش القهوه في الطاس والسوطاس في الطوس مع 8 د العشيه ونضربوا قهوه في الطوس ونخرجوا نشقروا فرون بوين سي با كريدي كاينش موسيليسيون نورمالمون سي تو بلي كاينش موسيليسيون كان عاقلين على البلاطو عارفين داكشي والسوطاس الله يخليك وعاد هذاك ديال السكر ديال الفضه انا بعدا اصلا ما كيكون عندي لي طاس ولا اصلا لي طاس ولا سوطاس تيكونوا جوني كادو راه ملي كتخرج لي فين نخرج نمشي نشري سي با فري لا انا كنشريهم لا انا كنشري حيت جوني كادو كاين داك الشيء ديال سويرتي مولانا دونك كنقول صافي خويا انا كنشرب اما في مك اما في كاس اصلا طاس وسوطاس من الثقافه ديالي سي فري دونك ما كنديرش تي تايم لا با لا با في الفطور ما كنتش كنديرو في رمضان لا لا في الفطور ما ديريش ولكن تي تايم قال قال حيت انا تي تايم كنديرو صراحه بوحدي في الدار كندير تي تايم اللي هو اتاي براد وكاس لا انا كنشرب حيت كنشرب انا الانجليش تي اسمح لينا انا كنشرب مروكي لا ماشي بغينا ديما فين كنف ديما وقت ما كترشق ليا مع ديك 5 6 العشيه انا لدرجه اني ملي كتفطر كنشري داك ديال تركي في براد وولد عمو شريتهم جوج ما عرفتش علاش دايور شريت جوج واحد خضر عجبني واحد بيض عجبني اتاي لي بطون بالكواله انا جادوغ اتاي بجميع انواع اون توكا الكيسان والسوطات اما كيجيبني كادو ملي كيجيبني كادو اش كيوقع دوك الطبيصلات الصغار كنستعملهم استعمال اخر يا كناكل فيهم حلوى يا كندير فيهم شليضات فوالا شي حاجه كيتهرسوا كيبقاو غير طاس بوحدو يعني ما عمر ما كتبقى عندي السوطات يا اون اي يعني تيباريه عندها سوطاس ولا ما عنديش ايوا شتي ورا تيباريه راه واعره تما ساكنه فيلا وعندها كنابي ديال انا تيباريه لو طير عندها كنابي ديال الكوير شي سترفيل كود جول ديال يوسف في رمضان الكود جول ديالي في رمضان بو حسن فد مشتوش بكل صراحه ماشي با بو كلكو شوز ولكن سمعت انهم حيت كون كتسمعت اصداء زوينه اكيد كنت غنشوف اوسي حيت ملي كنكون كنبغي شي حد بزاف ودونك شي حاجه ما نبغيش نشوف شي حاجه اللي ما غتعجبنيش فهمتي غتضرني انا جو برون لي شوز هكا الكود جول غنقول يمكن الكاميرا كاشي كنشوف من هذا تاكستريم ما كان هكا في فاصل ونواصل فوالا فاصل ونواصل كنشوفها هكا في لي ريزو سوسيو هو الكود كول لان فريمون داك ديغيزمون ديال لابيلي لابيت كازيمو فانسون لا فانسون كان سميتو اسميرالدا كتمشي تمشي تمشيتي مع كازيمودو ديال اسميرالدا لا لا لابيلي لابيت كان سميتو فانسون داك اللي لعب لوغول كان سميتو فانسون دونك نو جو تروف داكشي ريديكول جو روبروش ماشي نو جو روبروش غير انا لمراد العشابي بس جو روبروش لي زانفيتي اللي كدروا راسهم حقا ما عارفوش دونك ديك الطلعه باراكا اوكي اوفر داك الشيء كلشي كلشي قبيح كلشي كيبغي تي 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 نو ما يمكنش حيت اولا كيشوفوا الوجه ديال الممثل ولا ديال الفنان اون جينيرال يعني الناس شنو غايقول لك يقول لك واش شتي هادو اللي كنتفرجوا فيهم فمهم خاسر اش كيقولوا انا اوغ كتقدر تعصب قبل ما تقول هضره خايبه سعودي زولي انا ما فاش نمشيو مصر ممثلين شكون كيعرفوا مصر شكون كيعرفوا ممثل مغربي في مصر شكون لي فان ديال الممثلين المغاربه في مصر واش داش شي حلقه ديال فاصل ونواصل ديال رشيد ديال رفيق بوبكا ما عرفتش جو سي با ما شفتش كاع الحلقات حتى انا ما شفتش كاع الحلقات نبحث على هذا كاين واحد لونكيت خصني ندير
جو سي با نتصلوا برفيق خير غادي نقنسدو الباب ديال الاعمال الرمضانيه. كنتمنى رمضان الجاي ان شاء الله تكون شي حاجه احسن وشي حاجه نقدر نقطوها. علاش لا 19 20 وعلاش رمضان؟ علاش العام كله؟ علاش نقصنا حتى رمضان؟ خصنا شهر نرجعوا للضوء حتى باش عندنا الضوء. حنا هبطنا المكان ما قيناش الاعمال كاين على الافعال عشي في الاعمال لا بارتي دو ما بروشي كون دوتغ بروجي غنبقاو نتفرجوا من رمضان. في الاخر رمضان بيسو كتكون ليل 27 وبيسو من العدد ديال 27 نديروا القصريه ديال الكسكسو جوسكو تو فابيا. من العدد اوسي ديال 27 هي التنقاف ديال البنيات الصغار ماكياج مشطى الشعر وكيتلبسوا بزاف ديال الباسمات واحد بزاف ديال الضجه على شي التنقاف تاع البنيات الصغار. كلشي يقول لك لا كتدخلوا البنات الزواج بكري ولا لا باقا البنت صغيره على هذا الشيء اولا نورمالمون هذيك الليله ديال تبي تمشي تصلي فيها ما ينقفش ما يتلهاش في هذا الشيء وما يتوكيباش بهذا الشيء بزاف ديال الهضره على كوبو ما سي جوست عاده من العادات بحال حوايج العيد ديال تراديسيون بحال الاخرين. انت ما عمر ما دوك تصورتي مع شي عماريه ملي كنتي صغير رمضان؟ لا في ليبوك ديري ما كانش هذا الشيء. لا ما كانش ما كانوش النقاشات في الزنقة ايتو سا كون جافي 5 اون هادي 50 عام ما كانش هذا الشيء صافي كبروا وقت اللي بغيتي وقت اللي بغيت اختينا لاستي كنجبد وكنرجع رجع كي كان تحددوا بالحراره وتجبدوا بالبروره نو مي سي فري ملي كنت انا صغير ما كانش وفات ملي كنت صغير كانت لاباغي ديال التصاور كانت ديك بولارويد هي اللي كانت بولارويد كنت كتلقاها في ساحه الحمام ولا كتلقاها في الكره الارضيه بحال هكا بحال الكباله هي كاينه الشعله وكيعطيك صوره كتبان سينو كانوا لي ستوديو ستوديو ديال المصور اللي كنا كنكونوا صغار نهار العيد باش حاجه كنمشي كنتصور مع لي بارون هذا فاش كنا صغار. مي داكشي ديال الستون ديال النقافه والبنت كتنقش وداكشي ما كانش في عقولي انا كندوي على ليبوك ديال فاش كنت انا طفل. ملي كبرتي شويه بدا هادشي ملي كبرت شويه بدا هادشي ياك انا جو تروف كو سي تري بيان باسكو سي بو الوليدات الله يحفظهم كيطلعوا على بزويناتهم ديك البيسات والتويات وداكشي دوك التيشيرت كتشوفها اون بتيت ماريي ولا اون ليدي جالسه ما جو تروف سا بو علاش ما عندو حتى شي وهادو زيدو سي نو تراديسيون اصلا هادو داخله في العادات وفي القواعد ديالنا ما فيها جو تروف غيان دو ميشون لا لانها كيدخلوا ليها ان تكون ماريي لا اختي سي تان اونفو ديك ما عرف ولا ماريي ما ماريي ماريي وهم تكبر خاصه ومني تكبر اختي ديك الساعه دبروا لها في ماريي الى لقاتو العفيريت راك درت شي هاد الشيء درته انا العفيريت راه انا درت بنيته ديالي ماشي بحالنا حنا وبرزت بنيته ديالي حتى هي فرحانه داك الشيء مي غراس ليكول ديالها داير الحنة وعلى التاج بالعكس ما كاينه شوف اي اوكازيون وليداتك شوفهم ضاحكين في الفرحه سي لو بليز امبورطون. اما هادشي ديال الزواج وداك الشيء جوبونس با كان فوالا كيف قلتي برانسيس الي بيل الي تحت الاضواء ال سو سون توت بيل توت بالعكس علاش لا فرحها مش بونس كو هادشي شحال هادي ولكن ما عمر تجبد هاد الموضوع هذا اكزاكتومون حتى لهاد العام هذا عاد تجبد حيت دابا حيت كاين شي ريشيرش دو بوز عاوتاني فوالا ولا كاين شي مواضيع عاد جداد علينا بحال النرجسيه بحال داكشي ديال شنو شنو اخر توكسيك توكسيك هادو مصطلحات عاد زادوا علينا سي تان اونفون خليهم يلعبوا ضروري انا بالنسبه لي بالبنيته ضروري تكون عندها تكيشيطا ولا كميات بحال دابا داك العام ما درتهاش داك العام صاب سافرنا ما درتهاش زعما ماشي اوبليجي نديرها الا جات لوكازيون دارتها انا ما عمرني درتها في صغري ما عمرني درتها جامي التقاليد ديال العائله حتى العائله راه عندها تقاليد وتقاليد تدير العائله ديالك فين كبرتي وكيفاش حتى هي راه كاين تقاليد عائله ما كانش فيها كاع التقاليد هاد الحاجات دونك حوايج العيدوي وي حتى حنا كنبيتو حدانا باش نمشيو بهم مدرسه ولا كنبات لابس وما انا وبالز والله العظيم والله العظيم غازير ها كنت بصح وجهي تبقى جالس بهم جالس بهم تصبح الحال الله العظيم والله تفهمت حتى انا كنت فرحانه وسديله جديده معهم حدايا ما كنتش كنبات انا لا نبات لابسهم انا كنت قبيح وحق الله كنبات لابسهم لابسهم وماشي لبسه اختي جوج كتبدل كنبدل نهار العيد انت كنت كتفرض فلوس العيد انا اللي كنفرض المعمر دارنا ما قالوا لي خذ هذه ولا لبس هذه من نهار عقلت راسي عقلت كنميز انا اللي كنعزل الحوايج انا اللي غنلبس لو زيد كان عندي شورت فيه قنيه وشاد خي الزوه ولبس سروال جاري با ايماجين دابا تخيل كنلبس سروال لبسوا لي دابا السروال مالي انا شورت فوق من السروال ما مكفكش هذاك ديال ديك القنيه شاد خي الزوه ما كنحيدوش وحق الله العظيم شي حوايج ندوز واحد ابتسام بنيته الا ما درت والو باسكو باقا صغيره مازال صغيره صغيرة
بحال دابا في 3 ans j'aimerais bien lui faire un truc 3 ans غادي ديري لها شي قاعد الامر هاوتا فوجيتو بلاكس انا البلاصه فين كنديها كي في لا غاردو كيديروا هذا الشيء مي ما كيما يديروش لها حنا باش غاتبص حوايجها باقا صغيره راسي و غاتبص حوايجها لا ديريها ليها شوفي انا شفت شويه بيتيت انستغرام قرده كتنقش لا هذيك قرده صغيره وكازا لا قرده صغيره قلت لك ديرها وعارفه الحنه وداري لي داها كتسنيها تتنشف لا مي 20 شهر لا ما تصفى لا بحال حتى شي بحال دابا غير تشوف قرصه تبغى تحيد ويطلقها ما عرفاش ما داش باقي معاه تكون عارفه ولا شي حاجه بحال هكا حيت خاص ملي دير شي حاجه ما ديرهاش باش تصورها وتحطها في انستغرام غديرها باش داك لونفو يفرح فوالا كيف اللي داك لونفو ما عارفش وانت غتبقى مقاتل معاه باش يزقى باش تصوره وباش تحطه اون بوست ولا شي حاجه وتقول ويجي الله يحفظها ليا والا او كان بليزير بحال هو قلقتي وهو بيبكي هو كتمسحي ليه نيوفو باش تصوريه باش تخوف كاسه صغار زعما دابا تكون الاحتفالات عند الدراسون كنديرهم بلوس بور الكبار سي الكبار كيبروفيت سي سا لي سوفونير اوسي كيبقاو هاد العام كانت لا طوندونس ديال التصاور تاع البنيات الصغار في المكفين كلشي صور بنات فين كلشي في انستغرام كلشي صور بناتو كلشي نكف بناتو كلشي درت لي فوتو انا ما كنهضرش عليك كثير لا ولكن ها هضري انا درت ستوري زعما ماشي مشكل درت ستوري حتى سافا دوري 24 جي دا فامي اللي كاينه برا المغرب دونك عندنا هادو برسك لو سول ليان ما كنهضروش بزاف لا فيريتي بنتي راه عندها 8 طونت مرة كبيرة هي اللي قالت قالت يا بغيتني ستوري 8 طونت تبارك الله لا لا معقلة 8 طونت و الفاكار ديال هي 8 عارفة مي بنيتها باقا ما عندهاش حتى عامين تصوريها وتبرسطيها وديرونجيها غير باش تصوريها حيت انت باغا تصوريها بلا شو كونتخ نكملوا اللي غنهضروا بيان سور على العيد بما ان حنا في العيد غنهضروا على العيد بقاو معنا بعد الفاصل ورجعنا معكم مشاهدينا وعيد مبارك سعيد مبروك العيد اخويا علينا وعليك بصحه وسلامه مبروك العيد عليك كابتن سعيد شري شي حوايج الوليدات اون ريغل داكشي كتش انتيا وانا مسكن ما تشرو ليا والو هو قلت فمك الوليدات تعاد قلت 55 عام وفي عهدك حتى كانت باقا ما كاينش تصاور وما كاينش ماشي جوست رجعوا لي لهذا القديم تخيلي ان ما عشتش في الطفوله اي شغل ليا ما تخيلش كيفاش الطفوله انت كتهز قولي هز خيز انت لابس فوالا هذا الشيء اللي بغيت نقول لك انا بغيت نقول لكم الوقت اللي عاش فيه يوسف راه كنت لاباس تصور انا نصوروا بثلاثه ما كنديروش سيلفي كنلبسوا حوايجنا وكنمشيو للستوديو وكندخلوا عندو داك البيت وكنكون حاط في جينيرال مومشطه وحكر ديما لحظه مدوره انا كنعقل فاش كيخسر في ديك اللعيبه كحل بوف لا قبال جوج مضلات وكيحط ديما حدا واحد المرايه مشطه وديك مشطه ماشط مع الدرب كامل لا لي بوك انا ما كانوش مضلات كنا بوك كانوا جوج مضلات كان كيضرب واحد فلاش يومين ما كنشوفش عقلت كدير بوف ومشطه ديك مشطه مدوره ديك الماركه ديال تاتي تشيزا تازي مشطات تازي كنت دابا كتكلم واحد الماركه ديال تاتي تشيزا اش كتسمى مشطات تازي مشطه العاديه كانت واحد المره دايره خاتم شاده قلبها دابا هذيك اليد ديال المشطه خاشيها من التحت ودايره المشطه من الفوق كنت كنلعب انا خاتم دايره هي لا المره دايره خاتم خارجه بها عادي المهم كنا فاهمين كاين مشطه وكاين عكر حمر ديما كنحطهم هو عكر حمر بلا ماره الغشا ديالو خضر داك اللي كتباع على الطار ديال 24 ساعه ديما كتبقى حاطه داك اكسسوار كيعاون الناس وكتستفوا وما عندكش الحق في هذه ما عجب نشوف هذه ما عجبتنيش عاودها لا وديما تيجي ديك واحد البوزيسيون كيدير هكا كيخليك بحال دار ديما كيعاود لك راسك بحال هكا كيعاود لك راسك بحال مفلق ولكن ديك راسك بحال هكا كيقول لك شفتيها كي جات من بعد انت ما عجباتكش كتقول لي صافي جات زوينه انا انا موني فوق ما كنتش كتشوفيها كاع بغات تفكي كتقول لهم علاش جات تبارك الله زوينه انا ستري بوك تاع النيجاتيف فهمتيني ما كتشوفيش كاع كصورها لك وكترجعي وكتخلصي وكترجعي غير دلي عاوتاني باش يخرج لك التصويره كيخرج هو في الماء والظلام كيدير لها داك النيجاتيف اما دابا الحمد لله راه باش التصويره دابا كتصوي راسك ممكن بلو فاسيل وكانوا تصاور ديال العيد بارلون دو العيد كانوا الناس كيمشيو يصوروا تصويره ديال العيد الدراري صغار كيمشيو حوايج العيد كيمشيو يصوروا لي بارون اوسي كانوا تصور ديال كتلقاي تما واحد خالك داير سوا الباط تيليفون ولي بات وكرافطه تاع اللي بحال الرياقه ولا ما وقفتيش باك الله يرحمه مسكين كاين اللي يعني كنجي ديما واحد الكتف زرق مصور دايرها باكي والعينين مغرغرين وعليكم فهمتي حديدي مصور دايرها
وشي كويبات كانوا كيدير لنا والدي الله يسمح لينا الفريزي حنا الفرقه انتما كنتو صالح حنا الفريزي الفرقه هنا وهذا دي جايه وكدير عبد الحليم وتقاشر حنا انتما البنات لابسين صايه وتقاشر وسط الكرافر وتقاشر في الكرافر خارج والصيف الفرافر والقميجه في الفرافر الطيري الفرافر ايوا حصر على ليام زوينه دابا مابقاش حد كتبقاش الناس كترضى تلبس حوايج العيد بوغ ولادهم العام كله كيتكساو مابقاوش الناس كيرضوا بتصور دوك التصاور ديال العيد كتتفوا كامل حتى كنتفصيل ديال الحلوه مابقاش هادشي هادو غير الناس المراض ما الناس الناس اللي بعقلهم والناس العاديين انا البارح خرج حيت انا كتجيني ديك الهزه ديال العيد ضروري في العيد ما نخرج ونشوف اشنو كاين ولقيت شغنقول لك تبارك الله ما شاء الله المعارف كيجذب الوليدات اكازا والوليدات من خارج بيان سور بون بيان سور الناس اللي كيمشيو للمعارف وكيمشيو لي مارك في المعارف سي اون اوتر كاتيجوري ديال الناس. وكون المعارف ما فيهش غير لي مارك كومون المعارف ولاو فيه لا واخا ولكن واخا ولكن زعما سي با حيت كاينين الناس كاينين الناس اللي في ديك اختي ما كيمشيوش كاع المعارف يعني مثلا غيمشيو القصر ديال حي محمدي هو فاش كنا حنا صغار كنا كنمشيو القصر ديال حي محمدي كانوا كيكونوا فيها دي ميغفي كتمشي لدرب سلطان كتمشي لحفاري كتمشي لمدينه قديمه تشوف قصر ديال الشطيبه كاين اللي كيمشي لسباته لهذا البرنوصي دونك داك الجو ديك لا جوا والناس مخرجين وليداتهم تشريو الحوايج اي توصانا ضروري هاد الطقوس ما نديرها سينو كن ريحه الحلوه ريحه الحلوه ما بقاش كتشم فوالا كتشرى الحلوه دابا كتمشي كتلقاي الباتيسري دابا الصف في الشاطئ بالنمره ديالك كتكون النمره 269 وهو مافيش النمره 3 واش ريحه الحلوه بوزيسيون والناس ولي فوندوز كيتنفخوا بحال هكا ديال الكفابور كلشي دابا كاع لي فوندوز باغيين يضربوك باغيين يسلخوك والزحام والناس كتعير والناس كتغاو تعبط لك الضرب الروح كطيح اما واحد الباتيسري معروفه كاينه في الحبوس في الدار البيضاء هاديك الصف ديال القنصليه غيعطوك الفيزا دونك الحلوه زوينه بزاف من الحلوه زوينه ماشي قليل الحلوه زوينه دابا تلقى الزحام باسكو تو نا با لو شوا الحلوه ما صيبتهاش في دارك وخاصك تشريها وكتلقى عندو 300 واحد في الصف وكتلقى عندو 269 كيمشي من 269 كومين شوف الحلوه ديال العيد شنو علاقتكم مع حلوه ديال العيد لا فيغيتي انا شوف بالعمل ديال الاعمال ديالي حيت عندي بزاف ديال الخدمه ما كنصاوبهاش انا ولكن ما كنشريهاش في باتيسري ولكن كنعرف واحد السيده اللي من شحال هادي فيما كيكون شي عيد ولا شي اوكازيون في دارها كتصاوبها زوينه ديال الدار كناخذ من عندها سطل بالكيلو داك الشيء وكنجيب ما جعل البركه كنلقى فيه النص الغد ليه ما كيديروا ليه ما عرفتش كيديروا الخزنو كنلقى فيه النص فيه الكوك مخلطه غريبه المخلط كاين واحد المهم كاين بزاف الانواع ديال سمياتهم ما نعرفهمش كاملين مي فوالا هذه قصه ديال ونجي ما خاصني بعدا تسطل ديال الحلوه بعدا انا الحلوه بالليل بوحدي انا فاش كينعس من غير العيد من غير العيد كاين واحد السيده اللي كنمشي كندير كوموند وكتوجد عليا كتعيط لي كنجي ناخذها ما كنتبرزطش مع باتيسري ولا بلاطو ولا هذا بلاطو برينتون بلا شي بريستيج ماشي من داك النوع بتاتا ما كاينش ثوازيام بوزيسيون باسكو ما عندناش بيرامي ما كاينش داك الشيء ما نقدرش لا فيريتي ما نقدرش الحلوه مشات انا بالنسبه ليا لوغو ديال الحلوه مشى ملي كانت الحلوه كتمشي في اللاطا كتمشي للفران كتكون جاي ولا جاي شي وحده من الفران كتشم ديك ريحه الحلوه كتقلب هي راه الحلوه بالماء والدقيق لا كثروا فيها لافاني ولا فيها شي قرعه ديال الزهر ولكن داك ديك الريحه ديالها والجو ديالها وكيفاش كروسيون كيفاش كتخرج من الفران والجيران كيسابوا الحلوه والمدلاك والجراره والعجينه وكاوكاو مطحون وما كاينش كاوكاو مطحون ودايرين في كاميله والكاميله خشينه في الثلاجه ما كاين لا بابي فيلم لا يديك لا يخليك الغد اللي فهمت باش كتجي معقده وكدو لا ها وكوار وحلوه كيفاش تلاقينا كاع داكشي مشى كيفاش تلاقينا هادي حلوه كيفاش تلاقينا فين حلوه كيفاش تلاقينا سؤال ما عرفتش جوابه حلوه ديك اللي كتكون مدوره سابلي هي مدوره بحال هكا وكدير فيها كونفيتور ديال المشمش ولا ديال الليمون كتلقى واحده اخرى كتلقى واحده اخرى كتكون فهاد القيبه الوسط كيفاش تلاقينا هادي درنا بحال داك الطوبيس جوج ما قالها ليا حتى والله لا فهمت هاد لا ريشبوند هي اللي كتكون غريبه وكتفنى في الكونفيتور وكتعاودها في الكوك وكدير كتلاقي انت مزيان كيفاش تلاقينا هي ولكن ماشي بحال حتى ديال لاصقه مع الاخرى مزيان هادي كيفاش تلاقينا في ريشبوند هادي كيفاش تلاقينا في ريشبوند فوالا عاد كانت من قبل كانت الحلوه ديال الجراره كانت هذيك الماكينه لا بلات كانت الحلوه ديال الجراره ديال الجراره كتخرج لك الحلوه كلهم هي اللي كنسميوها حلوه الموسم كتكون الحلوه ديال بحال الباستا مشرطه هكا وكتقطع بالمقص هي البوق انا بوق نسميتها كيقولوا حلوه البوق لا
حلوه الماكينه ياك. حلوه البوق هي البوق, داك البوق اللي كدير فيه الحلوه هي كتكون اباز دو دو سمول و دو سمول سميده والكوك حيت دوك المصافا كيبغي يبيع لك شي حاجه بعدا كوابل دي زامان دو لي زامون دو اللوز. الا قلتي اللوز عتبيع لي ب 80 درهم, الا قلتي لي زامون تبيع لي ب 250 تلا اختي ما تمشي عليها اللي كيقول اللوز نو اباز دو لي زامان دو لو بيغ بحال زعما لو بيغ شي حاجه ما كايناش زبده راه كنديرو فيها مارغارين زعما اش كدير فيها الزبده ديال هولندا. دابا ديال البوق هي اللي كتكون اون بات كتشدها وكتخشي البوق بحال هكا وكتخرجها من هنايا هكا كتحطها هكا وكتحط في كنا واحد الفنيده ديال الميكا. حلوه البوق العفاي الطويله اللي فاش راطي لا هذيك حلوه الماكينه حلوه البوق هي اللي كتكون دايره بحال هكا كتكون هكا راه كتكون رطبه وشيشه وكيدير فيها طريف ديال داك الفاني ديال الفاني ديال داك بحال بحال المصبان هي لا مصبان سي اوتر شوز. مصبان كلها كتخدم بقلبنا كوزينه زيد زيد مصبان كتخدم كلها بلا بات دامون. لا حيت كاين حيت كاين ماكاش كنعرف في الحلوه دابا انا دابا راه كنتفرج دابا انا غوغارد المصبان سي تري المصبان سي تري لوكال جو سي بوش كاين شي حد كيدير في الدار البيضاء ولا لا لا أسفي. من اسفي تحيا الناس اسفي انا هما لي سول مالي المصابا جو بونس المصابا لوريجين ديالها من عند خوتنا اليهود هما يمكن جو بونس هما مالي لا غوسي ديال المصابا الحقيقيه دونك كتكون هي بحال داك الحلوه اللي كتكون كنت في الكارت غير هي كتكون داك اللي كارت منها كارتها منها فوالا وكتزوق بديك الفنيده الصغيرين تخي 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 عزيز على ديك الكارت ديال الحلوه واعره بزاف نمشي نجيبو من الحانوت نمشي نتخرج بديك الكويرطات الكويرطات جادو غير فاش كيدير فيهم كانوا كيدير فيهم بحال بحال كيك صغيرين وكيدار ولا دابا كيسميوهم اش كيسميو دوك اللي ولاو دوك لي بيتي كيك اش كيسميو دابا لي بول دينيرجي لا خليك لي بول دينيرجي كانت بحال الكيك نفس لاباط ديال الكيك وهي كدير فين الكدوب شنو ما فين كانت كيكه نفس العجينه وكدير في كاغط لا لا كانت حلوه كانت كتصايبها بكاوكاو والشوكولات ما كطيبش هيايا ودوارة وكت هي اللي قلت لك كتبان في داك الشوط اللي بحال الدود دود ديال الشوكولات وعاد ودوارة وكتحطها وسط من داك الكاغط هي اللي قلت لك لاباط ديالها كتبات في الكوزين في الثلاجه باش كتشد في راسها دونك كل بلاد كل مدينه ولا ونوع ديال الحلوه ديالها مثلا اسفي كاين الكعك ديال اسفي تري بون الكعك واعر والمصابان هادو ديال اسفي معروفه بهم اسفي اباغ انهم كيديروا كذا وكيديروا غريبه اي كومباني انتوما ما كانش عندكم داك المشكل تاع الفقاس ما عمرو كيصدق لينا كيجي بحال الرمله الفقاس كتقول لك كتقول لك مول الفقاس كيفقسني دابا الفقاس كتجي كدير كتعرق ما عرفتيش بان الفقاس راه كيتصايب بحال باريزيانو كيفاش ما عرفتيش بزاف الناس ما عارفينهاش لا دابا عارفين ان كلشي كاين لا دابا كلشي تيتوريال يا اختي هادي ما عرفتش ما بقاش حد كيقعد يدخل يوتيوب يقلب لا يصاوبوا الناس كيصاوبوا سيدي كناخذ معاها يصاوبوا العيالات الحرات مليات الدراع راه كيصايبوا ما كتشوف فيها لا كاتيغوري ديالك سي بوحدو دوك اللي مهرس عليهم القلم بوحدهم هذوك علاش كتشوف فيا انا الحرات كيشوف فيها حيت العيالات 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 الديكورديات اللي عندك باقي لاطات وباقي الديكورديه اللي كتصايب الحلوه نعم على المرة الديكورديه هي اللي كتصايب الحلوه لا الديكورديه في الحلوه كاين العيالات الديكورديات في حوايج وحدهم اخرين ولكن تحيه العيالات اللي كتصايبوا الحلوه والحلويات ايوا المهم ماشي راه الحلوه كتصايبها مره في العام اما راه كاين اللي ديكوردي كل نهار لا اختي راه كاين اللي كتصايب الحلوه العيالات الحيلات راه عندهم الحلوه في السطوله على طول العام ابدا كان عندها شوكه بحال ما عمرها ما تقطع العين دابا نرجعوا للفقاس الفقاس كيطيب بحال الباريزيانو كتدخل الفران عارفه القضيه انت ولا لا عارفه عارفه متاكده والله حتى حنا سويديين ما فهمتش انا كنبان لها في الغوز كتخرج عاد كتقطع بال كتقطع بالخدمي شحلاوه مجاده كتقطع المنشار موس المنشار شنو موس مهم في السنان بالبيرسوز كتقطع بموس مالاش منشار كتقطع موس كيكون سنانو بحال المنشار لا با فورسيمون كتقطع بموس بكري ما كانوش الماس منشار كان على الموس العادي الموس ديال المنشار وهذا موس الخبز وهذا موس الفخوماج وهذا موس ديال هادشي يلاه ولا دابا كان موس واحد كدير به كلشي يلاه موس واحد كدير به كان جنوي باش كيذبحوا به في العيد وكيتمضى في المضايا او في تيمومه وكانوا الماس العادي اللي كنستعملوا كنا نهار كيجيو من الشينوا مع الغرانيت ديال الكوزينه نعم لا كنمضيه مع الغرانيت ديال الكوزينه ان شاء الله صح حيت عندي الكرانيت وكديري كملي كملي لينا الفقاس مالو زيدي التيست ديال الفقاس دق ولا ما صدقش خاصك ملي تضربي بالموس واش غيتفرتش ولا ما يتفرتش داك هو التيست سكي في تو بو فيغ دي زيتاب كلهم وتصايب ديك الباريزيانه ديال الفقاس وتضربي بالموس تفرتت ومناش فين كيكون المشكل الزبده لا طياب طياب خاصو يطيب واحد الطياب طيب ما طيب حيت ملي كتقطعيه كيعاوتاني كيرجع يطيب واحد شويه يعني اسكي في خاص يكون طيب ما يكونش قاسي بوغ سا ملي كتكون ماما كتقطع حدا ملي كتكون ماما كتقطع حدايا ملي كتصفي لا كنضرب داك القمقم كتبغي غير يضرك في كرشك حيت ما كيطيبش مزيان ما طيبش مزيان اكزاكتومون وانا بومورا طيب علاش غادي يضرني كنت كنضرب قاد القماقم في جناب اللي ما يصدقوش ما يصلحوش في القاس مي دابا
دابا المشكله ان ملي كتمشي لي باتيسري ديال باسكو ايفيدامون كتاخذي شويه 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 من الحاجه كتقول 880 كتخرج لك عاديه فهمتي بحال كتقول لك بحال كتقول لك 12 بحال كتقول لك 60 درهم بحال كتقول لك 40 درهم سميه فهمتي اوغ كو باتيسري سينس 1923 زعما حنا مالنا بحال زعما حنا داخلين في التيتر وي كونت قبل الميلاد حنا مالنا حنا دوبوي ومن بعد هو دوبوي ايوا خوش راه جوستومون دوبوي خليو لي بخي ديال دوبوي بزاف كنتي كتقدمات باش تقدي باش تقدمات ولكن ما يمكنش خليو لي بخي ديال دوبوي لا ما يخليهمش ولكن ما يفو با اكزاجيري ولكن كاين واحد اكزاجير علاش كاين لا دوموند وما سي دي زوبورتون راه سي اون اوبورتونيتي الا كان الدومين ديالك بحال هذا وعارف بما ان الا درتي هذا الفقاس ولا هذا البلاطو دايرو ب 500 درهم جو دي نيمبورت كوا وغادي يجيك بنادم غيشري وغنبيعو انا ب 500 درهم بلادهم كنروح كنطيح كيتبيستون ما عرفتش شنو يشري من عندك اكزاكتومون كنتش نفخي عليه سي دان بيزنس بلادهم كتشوف كانوا سميتو موشي كيغوت على الناس وهاديروا الصف وهانتوما دايرين وهانتوما مهمجي وهانتوما فاعلين وكيبان لك بنادم بحال الراس فرقه جمعيه بلادهم دايرين بحال هكا وراه داخل يحط 1000 درهم وكيفاش دير بحال هكا وتيقول لها صافي يلاه عنده الصحه عنده الصحه وتيقول لهم يلاه وي ما تقدي ما غنحبس غنصدو حنا سيدي كاع حبس لاكيس وبلادهم دير بحال هكا انا بعدا قاد لك ماشي سينز 1900 داك العام داك العام حبس لا ان بو دو ريسبي اون توكا عيد مبارك سعيد والله يدخل علينا بالصحه وباش ما تمنينا ان شاء الله في اطار العيد وفي اطار الاسره نهضر على مدونه الاسره على لا دوموند اللي كاينه دابا في المقترحات اللي تحطوا دابا في مدونه الاسره اهمها ان الارث غادي يولي موتشي هادو هما المقترحات اللي تقترحوا دابا كيتدرسوا في البرلمان شنو بان لكم في هاد المقترح الاول تحت موتي موتي ستافدير بين الاولاد ولا لا لا زعما واش غير بين الاولاد والام ما فهمتش لا ما عندهمش هي دابا الام شحال غتاخذ لي زونفون ما قاليش لا كيهضروا على المناصفه بارابور زعما العود ولا جوج واحد بحال دابا مثلا خمسه الافراد مثلا الام ربعه جوج البنات هذيك العود والسعود ما غتبقاش ما جو سوي بور انا جو سوي بور لان كنشوف ان لي طون ايزون شونجي وبيني وبينك بما ان العلاقات الاسريه ما بقاش كيف كانت ما بقاش تلاحم حق اخوك ياخذ عود حيت انت وحق حيت غير لا لا اختي حن فيا بسطامي ما حن فيا ما حن فيه دونك انا جو بريفير تكون مناصفه ولي شد فلوس ويشوف ما يدير بهم انا جو سوي بور انا صعيب باش نقول لك واش بور ولا كونتر ديجا حتى الشريعه يعني في الدين كيقول لك زعما راه فوالا كاينين قواعد مانتونون كيف قلتي لي طون مودرن تبدلوا بزاف الحوايج تبدلوا من غير الورث بزاف الحوايج تبدلوا في الشريعه كيشد الاخ ولا الولد نص الا عنده هذا الحق من عند ربي باش حيت كيكون الراجل زعما ديال العائله خاصو هو اللي يشد خواتاته هو اللي يتكلف خواتاته هو اللي يهزهم الا كانوا في مشكل هو اللي ما بقاش هذا الشيء ولا كيحفر ليك دابا ولا كيحفر ليك الاخ كيحفر ليك انت المهم بلا ما نهضروا في هذا الموضوع بزاف ديال الناس ماتوا على الناس ماتوا على الناس قتلوا تشردوا العيالات خوت خواتات كاين اللي خدا اللي بغا وعطى اللي بغا ودار اللي فراسو كيمشيو الوالدين كتشتت القضيه الارث موضوع اللي فريمون حساس بزاف حساس فريمون سنسيبل فوالا كيف قلتي بزاف ديال المشاكل بوغ الا كانت ما كيفاش نقول لك ماتش بوسيبل ولا تقدر تكون ولا ما تكونش بور تاخذ نص الى الاخت او البنت عارفه بما خوها فيها المشاكل دونك غادي تدوي على حقها غادي تطالب بهذا يعني كاين واحد اون ديمارش خصها ديرها وكاين الخواتات اللي لا واخا هكاك فاهمين مع الاخ عارفين وغادي تهلا فيهم لا عطيو هذه ديالهم ودير به اللي بغات ودير هذا مي صعيب باش نحسب صالو سمحي لي كلشي غيدير لا ديمارش كلشي غيبغي حقو كامل حتى اللي كيبغي خوتو كاين اللي كيبغي خوتو عارف خوتو غيتهلا فيهم كاين السويديه ما بقاش انا في السويد رجعت انا من السويد باش الامان باش هذا الشيء الامان امان عبد القادر امان القادر ما كاين شوف واخا نكون انا وخويا محابين ما عرفتش من درجه غتقول لي هو غياخذ الدوبل ديال داكشي غتاخذي انت ولكن الا درتي واحد لا ديمارش تاخذي بحالك بحالو غندير لا ديمارش ومالي نمشي ندير لا ديمارش غنتقاطعوا انا وياه وما نديرش انا لا ديمارش يجيني انا الحق اللي غناخذ انا
اللي غناخذ انا كول تاخذ اختي ديك الساعه اختي بغات تجبد وتعطيني بغات تنازل لي على كلشي دبر راسها ما يكون عندها لو شوا فهمتي نعطيك ديالك وديري اللي بغيتي يكون لو شوا حيت صعيب في المغرب لا حتى حاجه ما صعيبه خصهم القوانين اللي عندهم العلاقه مع الشريعه الاسلاميه صعيبه بزاف تبدل شي حاجه كل لا 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 شوف صعيبه صعيبه لا صعيبه ولكن ماشي مستحيله تبدلات في بلدان وحدين اخرين دونك سي صا بلدان وحدين اخرين لهاد البلد مقدس كثير بزاف دونك كنقول انا ما عرفتش لا فيريتي الوسط انا مازال ما قدرتش فكرت فيها ملي شفت الموضوع تقترح وقترحتيني على الموضوع ابتسام حاولت ناخذ اون بارتي ما قديتش كنجو غوغارد عاوتاني كنشوف شنو غادي يوقع سي فري كو خاصها ترى شي حاجه هادشي اللي عارفه ستوقع شي حاجه حتى مشاكل كيجيني ديما زعما سورس دو مشاكل بيان سور بيان سور ماشي ديما مي وا لا بلي بار دو طون فوالا لا بلي بار دو فوا تيكون سورس دو مشاكل ماشي لي بار ما تيخلي والو ولا لي زونكل ما تيخلي والو سي انكور ميو حيت ديما هو اللي كيتضربوا عليه تا والو كنضربوا عليه تا داك الشيء تا والو شي خليو لهذا غايقول لك نهرسوك لا واحد يضرب سي فري واحد ياخذ اليد واحد ياخذ سي فري انا ناخذ اليد الورد ديما كتمشي كتلقى شي دار ولا شي فيلا كبيره زوينه مريبه تقول لك مانيها ما تفهموش فيها بقات بحال هكاك حيت الضد وبالعناد ديما كتلقى واخا تكون شي حاجه زوينه ولا وصايا ما غايسكنوا فيها اونصومبل وصاية الوالدين بحال اللي كيديروا وصية فاش توصي ما كايناش تولوت تيستامون في تولوت لا لا زعما يكتب تبدل هذه القضية حتى هي ويكتب على بحال الأم مثلا ولا الأم لا لا يشدوا ويربطوك ويكتب با ويكتب يما ناني 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 ما خلانيش ندير شوية بوزيتيفيتي لا ما كاينش سي لا فيغيتي الفلوس كتبدل النفوس وشحال واحد كتب دار ولادو ما بقاش فين يسكن من بعد بيان سور عرفتي راه ما يمكنش راه موضوع فريمون كيما لا ما يعقلوش عليه ما يعقلوش عليه لا ما يعقلوش عليه اي ما عمري ماشي قليل فاش كتبقى شي قصه الورد كتعدي نهايه سعيده جينيرالمون واشنو داروا عاود اخر في المدونه من غير داروا بارابور للزوج الميسور واش هادو غير دي بروبوزيسيون يعني ما دابا هادو من بعد ما اقتراحات اللي تعطاو كونكريتمون ماشي الناس كيهضروا في الصفحه ديال الفيسبوك هادو اللي اقتراحات اوفيسيال اللي تحطوا اللي كيدرسوا دابا في البرلمان منهم اوسي ان الزوج الميسور تكون عنده نفقه بحال قلتي ما يدخلش في داك الباغيم ديال النفقات اللي كاين دابا حيت باغي النفقه ديال دابا راه حماق راه كيشد 35 مليون في الشهر تحكم لي المحكمه ب 3000 درهم في الشهر شوف سي دي شوز ايلوجيك لي باغيم ديال واحد الناس الميسورين ابخي شنو هي ميسور بالنسبه للدوله جو بونس غيكون واحد فوالا واحد السيت تاع فلوس كتفوت داك لوسي كتسمى ميسور سكي في الراجل فين ما يطلع لي الصالير غادي ندبح ناكل فهمتي حيت غادي يولي مع البارون تاع الميسورين انا والله ما ميسور انا ما عندي والو عندي والو شوف هادشي كلشي نزاعات على الفلوس وهذا هو المشكل انا كنشوف دابا الراجل ملي كيتفرق مع المراه كيقلب عليه باش ما يعطيش بزاف الفلوس ما كيخليش باش هو يشد ولا كارد ولا هو اللي حضر الدراري لا ما يشد لاكا لا ما يشدش لاكا دابا خلص داكشي راه ما تخاش بولادو ما تخاش باغي يعيشوا معاه زعما يطلب منهم يعيشوا مع ولادو ولا شي حاجه ما كاينش هذا المشكل ما كيطالبوش بهذه المساله سي كيسيون دارجون الولد حتى هو سي كيسيون دارجون كاين اللي ما مطلقش واخا ما حملش مرتو على قبل هذه اللعيبه هذه باش ما يعطيهاش راه كنشوف انا دي جروب دي جروب في فيسبوك عندهم علاقه بهذا الشيء بلو ديفورس والله العظيم كاين اللي كيكتبها بحال هكا تيقول لك ها شحال كنشد هذا وهذا وهذا وصافي عييت حياتي ما بقيتش قاد نعيش هذه الحياه الزوجيه كنتعذب لا منها لا من ما ولكن ما نقدرش حيت ما غنقدرش نخلص النفقه في اطار الاسره وهذا الشيء ديال الاسره الوالد ديال ياسمين صبري خرج ودار واحد التصريح عاوتاني حيت هو ديما كيخرج كيأتاكي بنته في موقع التواصل الاجتماعي وقال بلا هي ما كتستاهلش انها تكون امه ما كتستاهلش الامومه هي ما بتخلفش يعني ما عطاهاش الله الاولاد يعني ربي يحرمها فوالا وانها ما تستحقش تكون ام ديجا الاب ديال ياسمين صبري ديما كان كيأتاكي بنته في موقع التواصل الاجتماعي ديما العلاقه بيناتهم متوتره جو بيان سا اغيف سا اكزيست في الحياه يعني ماشي اول مره كنشوفوها مي اب كل ساعه كيخرج يعاير بنته وتحكم عليها انها ما تستاهلش الامومه واش بالنسبه لكم نتوما كاين شي ام كاين شي ام انسان ولا مراه ولا انثى ما تستاهلش تكون ام سا اكزيست تقول على شي حد ما يستاهلش سورتو بالنسبه للمراه ولا حتى بالنسبه للراجل انه ما تستاهلش الام ولا الراجل ما يستاهلش الابوه جو تروف سا تري ميشون يعني
الشر غادي علاج ليه. فين شتيني بعدا؟ فوالا ديجا بعدا هذه من تخرج من عند ومن عند اب او لا شي حد من عائلتك اللي غيتشفى فيك يعني من جنابك ماشي ما جاكش دقه باش حد بعيد دونك تكون دقه فريمون قاصحه هذه وحده. ثانيا الامومه كي اللي ربي عطاه الامومه يستاهل ولا ما يستاهلش جو بونس كلمه كبيره هذه يستاهل ولا ما يستاهلش لان هاد الناس اللي مثلا عندهم وليداتهم ما عرفوش كيفاش يربيوهم انا عرفت كيفاش يتعاملوا معاهم فتا هما ضحايا ديال والديهم غير هذاك الجدر ما تقطعش بقى غادي سيتو اما ان الانسان كيستاهل ما كيستاهلش بالعكس انا ما كنظنش ان كنظن ان حتى واحد ما يستاهلش حاجه خايبه الناس كلهم كيستاهلوا الحوايج زوينين الناس كلهم كيستاهلوا انهم يكونوا سعداء ابخي افوار دي زونفون ولا نو با لي زافوار هذا سي ان شو لان كاينين الناس اللي يقدروا يكونوا اباء ويقدروا يكونوا امهات اختاروا ما يكونوش ما بغاوش كما كاينين اللي اختاروا انك عندهم 5 و6 و7 و9 وعايشين في الزنقه وفي قيطون وعادي وعاجبهم الحال دونك هذا كيبقى ان شو بيرسونيل ما يمكنش لك تحكم بلاصتهم. علاقه الاب بنته نورمالمون سي لانفيرس كيكون الباوات كيكونوا كيموتوا على على بناتهم نورمالمون وهذا الاب اب قاري جو بونس اون بيغي لي ميديس ولا شي حاجه بحال هكا انسان قاري بات ياسمين صبري ما كيتفهمش هو وياها ما فهمتش انا ما كتفهمش انت وبنتك علاش غتخرج لي ريزو سوسي باش تعرفها وتطاكيها أو كل بنت هي كممثلة ممثلة فاشلة مع احترامي ليها ممثلة فاشلة جدا ولكن لاخي شادة بلاصتها شادة بلاصتها بالجهد يلا ضربة بوب ديال واحد البارفان في الخليج واخدة 1 مليون دو دولار باش نتفاهموا سي اون بومب سيدة بالجمال اي تخي كلاس تو سكو تو فو ابخي عندها علاقة بعباها متوتر هي من حقها ما يكونش عندها مع باها يعني ما كاينش القدسية للآباء ولا الأمهات ام نرجع داكشي ديال النرجسي وداكشي ثاني المهم حنا ام ما عندكش معاه ولا اب ما عندكش معاه خلافات عائليه كيبقاو في دار في الباب ما عرفناكم شنو واقع عندك صافي ما تخرجش بدات تشوف بنتك بحال كيف كانت رانشيرين تاهي اخوها كنت خرج واختها كتقول اختي دارت ليا فلاتي ترى الهيفاء وهبي مع اختها تاهي اختي كدير ليا اختي كتغير مني اختي كتفعل دونك سي فريمون ما خليتوش الناس ما خليتوش البراني فين بقيت كنبدا كنقولوا ما الفنان عنده مشاكل ولا ما الشيرين حماقات ولا ما ما خليتوها يا دوك وا فهمتي خوك يطعنك امك كتخرج كدوي فيك اختك كتحط عليك في الباطل دونك انا جو نو كومبرون با حيت كاين جوج الحوايج اللي كنشوف سورتو في لي ريزو سوسيو كاينين الناس اللي كيتجربوا ولادهم كتجرب ولادهم كيعطيك ربي واحد الوليد مثلا كيكون عنده مشكل خلقي ولا مشكل ديال التوحد شنو كيتسمى لو فرونسي اوتيست كيكون ولدك اوتيست كتمشي كديريه محتوى كاين واحد اليوتيوبرز المغربيه معروفه في فرنسا وخدامه وبخير عندها ساشي اليوتيوب وكدير لي بيب والناس كيما فين ما كتجلس كديرها ما كتعيش كاين واحد الجشع حيت فاش تدير ريزو سوسيو كاين بزاف ديال الجشع كاين انت شريتي دار تنخصني نشري دار هذه شريت طوموبيل تنخصني نشري طوموبيل شريت دبليش انا بغيت دبليش دونك كاين واحد الجشع كتشد ولدها ملي كتلف كدير كونتوني وانا ولدي طلع ليا فراسي وانا ما كاينش اللي يشدوا ليا وانا ولدي دار ليا وانا ولدي فعل ليا وانا تربيته صعيبه وانا هادي وانا هادي وانا هادي وبدات تهرن وبدات تبكي على والو اون كونسيكو فرنسا يعني الا عندك ولدك عنده شي مشكل خلقي ولا ديال الصحه كيهزوك دو ا جوسكا زيد كيهزو الام والولد وتريكتو اي كوم حنا واعرين في لي ماغوي دونك واخا يكون كاع صحيح دغيا كترديه فهمتي عنده شي اعاقه ولا شي حاجه حيت الجشع قتل عباد الله ما هاد العلاقه انا جو تخوف ديال ان وقع لنا مشكل غنخرجوا نتشوهوا في لي ريزو سوسيو كنظن انه حشومه سورتو ليماج ديال واحد السيده حق ربي يحرمها من الاولاد مي سي با لا فان دو موند اللي ما كيولدش ولا اللي ربي ما عطاش الاولاد بعدا ما كنقولوش حرموا ربي ما عطاش الاولاد بور دو تخي غيزون يمكن هاد السيده ما غتكونش ما قاداش على يمكن ما عندهاش لانستان ديال الامومه اوسي كاين الناس ما يمكنش راضي الله ما يمكنش يلاه اون بليس دو صراحه الله لي زونفون اللي كيترباو راه الناس ولدوا كاع الاولاد وربوا معاهم ولاد وحده اخرين ماشي كنقولوش عند الاجانب باغ كونتر كنقول عند الناس اللي حنا سوا ديزون عرب اي انكور مسلمين حنا كتلقاو عندنا هادشي ما كتلقاش في الدول الاجنبيه اونتر غيمي لي لي شوف على سيت كوم تا كيكبر كيلقى ربا هو ماشي هو با دونك كنظن ان باها كيغير منها ما عندكش مع بنتك عطاها التيسع واش هاد البنت ما كتدورش مع باها بوتيتر بوتيتر هي سي با سي بحال كريم بنزيما الفوتبول كان مشكل مع سا غرومير جو بونس كنت كدعي على قلنا فاقه فهمتي واش حتى تقول لك لا هو كيشد شحال من مليون دو اورو في السيمانه خاصو يعطيني قولها سي با كوم سا غادي تاخدي شي حاجه دونك هذه كان هذه المشكل وقعت في الانغام مع باها انغام ما كانتش كتفهم مع با الله يرحمه بزاف في الفنانات ما كي الفنانات ما كتفهمش مع با انا ما كنفهمش تكون جينيرال مون ديما المشكل فلوس لا ماشي بزاف الفنانات غير حيت الفنانين والفنانات تحت الاضواء هذه بعدا باغ كونتر هذه المعلومه خاص الناس يعرفوا لانه كلشي كيقول لك فنان وكلهم ساكن كيموتوا بالمرض طن 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 كلهم فنانين لا حيت الفنانه للإعلامي أو للإنسان اللي مشهور أون جينيرال كيكونوا عليه الأضواء دونك أي حاجة وقعت ليه كلشي كيسق لها الأخبار
ميرا العالم كيطرى لي نفس المشاكل ويمكن بي غير ما كنعرفوش حيت الناس ما كيكونوش معروفين سيتو ايوا هي صبري كيشي دابا الهضره ديال باها مسوقه لها ياسمين صبري ياسمين صبري خدام عايشه الحياه مع ابو هشيمه وكملات افراتها ولكن غير بزاف واش مثلي مسلسلات ولا تبقى طالعه في تيك توك 100000 مليون دولار دينار لا هي ما لا هي لا هي الكاشير ديالها ما عاليهش مسلسلات لان كيف قلت لك ممثله فاشله ممثله فاشله زعما بشهاده جامعه هند صبري اللي غلطت في سميتها باغ كونتخ ممثله واعره لا هند صبري ممثله خطيره جدا هند صبري منى شلبي ممثله واعره وي كاين شي ممثلات فريمون واعرين كاينه هي عندك عندك ريم حجاج حتى هي ممثله فاشله زوينات بومباس ممثله فاشله ريم حجاج مجوجه بروديكتور وخي برودوي لها بالسبت والحديده ما عندهاش راه ما عندهاش داكشي اش كتمثل حيت هي مجوجه ببروديكتور دونك كينتج ليها اللي تجوجات بروديكتور ونتج ليها وهي انا ديال جوندي هي اللي كانت مجوجه بروديكتور ونتج ليها ودار لها فهمتي داكشي ديال ورا نفس الراجل فيلم كيدار عليها امراه هزت عرش مصر هي جالسة في الكرسي سميتها كبيرة وسميت الممثل صغير وراه ودايو كانت كتضرب هي ولا احد هي ولا احد وضربت معايا ديك الامام نفس الراجل نفس الراجل جوجات بيها جوجنا ديال جوندي تلقات جوج بممثله اخرى كنت عارفه سميتها ومشات ليا اللي كانت مثلت البطله تاع مسلسل اهل كايرو انا نقول لك سميتها مشات سميتها كانت مثلت البطله تاع مسلسل اهل كايرو وتلقات منه جوج دابا بريهام حجاج راه نفس المنشد بحال مثلا حنا جايين لك ساره واحد المعلومه اللي عرفتها ان اسعاد يونس ضرت شريهان وي بيان سور ما كنتش عارفه ان مشوجهم جوجين بعلاقه الخواجه وكيفاش وقع دابا ان اسعاد يونس صدفوها عمر اجيب في واحد البودكاست راديو سعودي ولا دابا معروف كيجي هو اللي جاب في دايوغ ميسي ودواو على هاد القضيه ديال هاد على الخواجه اللي هو رجل اعمال لاباس اردني وي وبلا مجوج بسعاد يونس ومجوج بشريهان دابا مجوج بالثالثه اللبنانيه الساعه ان توكا الساعه حتى لا ثوازي لا وهاد لي دو ستار ما كانوش كيتصاحبوا والاخرى مغربيه باش الله تقادهم ليك وهاد لي دو ستار دابا تصاحبوا الوغ كو سي دي ستار بجوج لاباس عليهم بجوج وتصاحبوا ولاو لا ماشيو تصاحبوا كانوا ديما صحابات دايوغ هي ملي خداتو شريها لاسعاد يونس كانوا صحابات كانوا دو كوبين هي وياها جوجات بالراجل وضربات الطم فهمتي دات ولا ضربات الطم حتى ولدات معاه عاد عرفت الاخرى باللي راه دونك بيان سور ما بقاوش كيدويو مي ملي مرضات شريها مسكينه الله يشافيها مرضات واحد المرض خايب بزاف اول وحده غتوقف معاها هي ضرتها اسعاد يونس اي سي لي ميور زامي دو موند جو تعدد الزوجات فكره زوينه لا ما زويناش فكره ما زويناش تعدد تكونوا عند رجله فلوس عند على الخواجه بعدا فكره ما زويناش وتكونوا العيالات هما اسعاد يونس وشريهان وسعاد فهمي ديك درتها وقفات معاها ما تنكونوش وي حيت على باز كانوا صحابات شوفوا ولان الاخرى الدوغري ديال الانسانيه عندها عالي بزاف عندها اللي في العالي بزاف واش كنت كتقول لك كتقول لك شنو كتقول هي على شريهان كتقول لك ام اولاد جوزي مو حيت هي كتم حيت فهمتي كيبغيو لنا ان في الشخص دابا راه تزوج بالثالثه تزوج بالثالثه سيغ وي وي سارتان ما معدوش لا هو عندو بزاف غيكري ليها مثلا غيكري ليها 16 غيبني 16 اخر غيبني 16 يديرو صالو لتحت ديال الحيطه غيتشاركوا فيه الي ملياردير ولكن عنده شي علاقه وطيده بالعائله الملكيه ديال الاردنيه سنامي ديال الملك ديال الاردن ولكن هما الفلوس اللي عنده يتزوج ب 27 امراه ماشي بخير الفلوس ولكن جو تروف كو ديجا مجوج اسعاد يونس ومجوج بشريهان اسعاد يونس زاد في 1950 عندها دابا 74 عام شريهان الله يشافيها الله يطول عمرها 60 بوم زاد في 1967 ويلا بي مالادي تخي 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 غار مسكينه عندها جاتها اون مالادي في وجهها سرطان الوجه سرطان الوجه اللي كيجي مع واحد في شحال من مليون هذاك الجمال الكامل سبحان الله الجمال الكامل دونك فوالا هو يمكن باقي عنده الصحه يمكن بون فوالا خدا وحده اخرى خدا الثالثه هما قالوا والو عاوتاني ما دواوش راه هما ديجا جوجات علاش بقات في حباكيت على الثالثه لا صعيب لا ودابا الا نتلاقى مع شي راجل بجوج عيالات تقدموا لي تقول السلام عليكم فلان بجوج بجوج عيالات سا بي باسي السلام عليكم بجوج ثلاثه العيالات عندو فلوس اللي قال جوج اللي قال جوج قال ثلاثه وربعه سبعه شي اللي قال جوج راه كان ثلاثه واللي بغى يزيد كاين جوج كي ثلاثه لا لا بوما ثلاثه بزاف عمي بديتي كمل جوج لا كيتجوج غير ستار غير خليك خليك يعني دابا تجيب لي شي امراه عادي ما معروفاش ما يتجوجش بها ما عندهم يدير بها سي نورمال حيت خاص العيالات يفيقوا واحد الحلم كتدخل عندك شي حدا كتقول لك انا بصراحه بغيت نتزوج ملياردير ولا يكون لا اختي امير بغى امير والملياردير بغى ملياردير سالينا من داكشي ديال كنتي غادا اصلا فين غتلاقاي بيه سوندريا دابا الملياردير فين غتلاقاي بيه
خاص تمشي لبلاصه الملايريه اولا تكوني كتخدمي خدمه فين كيخدموا الملايريه داكتوبو انت دي عندك فراشه غيوقف عليك الملايري تقدر توقع كيفاش ما لا ما وقعاش مش ما عندكش براو خيط نخيطوا له الخيال كتبيع الخراق مال انا باقا انا باقا كنتسنى كتهضر معايا دي دابا ماشي السيليكون انا في انتظارك خليت لا قليلة بس كون فريكونت با لي ميم زوندوا ما كاينش نفس البلايص ما كاينش نفس الاحياء مالك هانشي انا نعطيك ميت باغ با لو ميم لونغاج نهضروا على كريستيانو رونالدو ملياردير كان غادي غيتقدى حويجات تسناي كان غيتقدى حويجات كان في البال راه كان في ان غروند مارك كان في ان غروند مارك لقاها في ان غروند مارك خدامه كوم فوندوز السيده كانت كتشد شي طوب في الناس وكتشي في الجايه جايه خالفه لا 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 خاصو يلقاها خاصو يدخل السيده خدامه في واحد البلاصه باش تدخلي ليها غتشري صاك ب 4 مليون اه ولكن ماشي ديالها لا واخا كتكون في البلاصه لقاها واش حكينا من فوندوز كتخدم واش ولكن واحد الحاجه هي شفت كي فوندوز مش شي كيديره كاينه واخا ما تكونش واخا تكون بقات على واش شي كيديره لا كاينه لا كاينه ولكن زيد كيديره عاد بدات لي كيحلموا داكشي في شي كيديره ديجا كومون تي لا تروف نتايا جورجينا بون بكا ولا غنبان شرير الا قلت خايبه لا 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 قلت خايبه كاين دي زوم تيقول لك جورجينا خايبه حيت عارف بلي معمر ما يتلاقى معاها ولا تلاقى معاها معمر ما غادي يدور هكا يجي راه دار على المولات كامل سي سامبل الحين دابا شي وحده كتجي كدوي مثلا على هيفاء وهبي كتقول لك واحد التجميل لا ونجملك انت واش تولي ميرسي راه شحال من وحده دارت تجميل حتى عيات وبقات سبع اللي راه عاد جميل ملي كتجي كتشوفي لي فيديو ديال هيفاء وهبي ملي كانت موديل في لي كليبات لا توجور ايتي اون بومب لكن اللي ديجا لا باز كاينه ويتخافاي بيان الجميل ديالو كاين اللي ما عندوش لا باز ويتخافاي مال الجميل ديالو وهذاك يتسمى الجميل كاين اللي ما عندوش لا باز وكيوقفوا الاطباء ديال الجميل كاملين وكيبقاو يديروا فيها وكيقولوا لا اله الا الله داكشي اللي دكينا عليه راه ضنا عليه راه حنا كنخدموا ما حدك تي كان وجهك كيرين اش غايديروا ليها خايسه كوم سا وكاين اللي كيدير شي حاجه وكتفشل وكيزيد حاجه اخرى فوق من عاوتاني فوق من داك الفاشل كيف انا جو تخوف كل واحد شي الفيزيك ماشي دابا خاصك تجملي شوفوا ديما مزيانين لي بيان on est très on est on est toutes bien réparé voilà très bien mais réparé ouais كاين اللي كيتسنى العيالات اللي كيتسنى جوج في الدنيا العيالات كثار جوج بواحد ورجعيه ملياردير ويزيد ويخليك اي جوج ثاني وثالث لا مش عايز يدير خليك عايزين عايزين ديري غير ما تقاي الهواء قالت كتسني في المدوانة والله نمشيو نشوفو شنو عجبنا في الأسبوع عجبني في قصني كود كاخ كود قال والكود كاخ هذا الأسبوع يا دافيد وجل سعد المجرد اللي راجع المغرب في طائرة خاصة انت بعدا لا من دوك سعد المجرد اختي اللي مركب سعد المجرد في طائرة خاصة شكون غير كفان دعباجي لا ان شاء الله ما دعباجي في شيخة عايدة الله يرحم امه لما كانوش اليوم دي ستاك فوقتهم دي ستاك باقيين جوسكا بريزون يا وشتي
قولك ما فحنا ثلاثة مالا شو بال وكريني نفتي مالك ما عندكش مولي إبراهيم أنا خاصة بعد مولي إبراهيم قف عني غوين شو ها مولي يعقوب طائرة خاصة جايبه باش يحتفل بالعيد مع الأسرة ديالو طائرة خاصة هو أصدقائه وعيد ميلاده كنقولوا له كل سنة وانت بألف صحة وسلامة ونجاح ومن نجاح النجاح وتوفيق التوفيق إن شاء الله وزيد بالأغنية المغربية القدام وديها ديها 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 تضرب على العالم كله انت والفنانين المغاربة كلهم اللي كيغنيوا اللهجة ديالنا واللي وصلوها لبلايص زوينين واللي خلاو أن الناس يتحمسوا أنهم يغنيوها ويديروا أن فوق باش يفهموها كنا نتمنوا هادشي يكون حتى في السينما وفي المسلسلات مي بيتيت دون زي نوتغ في اون توكا دابا في الغناء راكم غاديين مزيان كل سنة وانت بألف خير وعيد مبارك سعيد عليك بصحة والسلامة بعد غياب طويل ها هو رجع للمغرب سعد والمغرب كله فرحان بك في إطار العيد سعد المجرد باش يدوز العيد وماشي غير سعد المجرد بزاف الناس خرجوا من دارهم هزوا باجاجهم شو دوزوا لعند عند شي حد تصدر كان عندو لابيسين بعد العيد كان سخون وهي عشان اللي عنده شي بيسين العيد بغا بنوار جمع عندو الناس ضايع هما دو فاسون كاينين شي ناس عاخص مع السبه فين يمشيو زعما بالصيف بالصهد ولا بلاصات في البرد والشتا كاينين شي ناس كيموتوا انهم يضيفوا كيصيبوا كيكه ب 35 درهم الا صيبوها يصيبوا كيكه ويخطاو بسربيته وهلو مجرى هلو مجرى والدراري الصغار والجوقه وداك الشيء وكاين ان بروبليم اللي كاين اللي نتمنى انه زعما يحاولوا تلقى لي شي حل هو لو مويان دو ترونسبور باسكو الناس اللي ما عندهمش لي فواتور بيان سور لي فواتور لوطوبوط الله يدي الناس على خير ويجيبهم من الاخر كتلقاو طوموبيل حيت دابا مشكلتنا حنا كلشي كنديروه كلنا في دقه واحده غنشريو حوايج العيد غنخرجوا كلنا حتى ليله العيد عاد نشريو حوايج العيد كنموتوا على الجوقه غنشرب الحلوى في اليومين الاخر اليومين الاخر غادي للحمام كلنا هزين السطوله وفين داري سربو بوحده من الحمام لوحي البيضه ما توصل الارض دونك حنا واحد الشعب اون دو صحام هادي شنو نتفاهموا عليها دونك غنشدو لوطوروت كلنا صف واحد غادي تاني في المحطه بغا نمشيو تاني لي تران لي تران تاني لو كتلقاي دابا الواعره كتلقاي شي حد جاي يقطع التيكه ديالو لا في التران ولا في ان اوتر موين دو ترونسبور وراه ما غادي حتى شهر ثلاثه واقف واش هاد السربيه وانت كدير وانت كديرها 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 اللي يمشي ليك تران واقف تقول لي عافاك اخويا بغيت ومعاش غادي ومعاش كيوصل وكيدوز على البلاصه وفين وانت عندك قسم كل نهار وغادي يكون في وكاينه لا بروموسيون وباقي ندير ليه 58 درهم ايوا صافي اخويا حتى شهر 5 وجه نقطع سطاي كرهها فهمتي ولا جيت كتقول لي عافاك بغيت جوج وقيل لا بلاتي خويا عافاك عيطات في التليفون كتسولي شي وحده واش غتمشي معاها تقول لي عافاك خويا نهار 9 في شهر 8 وجايه مزاحمه في العيد ولا مزاحمين الناس وهذوك لي ماشين اللي كيكونوا لا ما كيخدموش هذوك سبيسيال ما هما هذوك علاش؟ نعم علاش داروهم؟ فيغوراسيون هذوك علاش داروهم؟ اربع اكسسوار ما عمرهم ما كيخدموا واش كيديروا؟ ما كتلقاش بلا ما خدامش كيمشي معاه في كاع لي زيتاب انت كتبغي تخلص صافي كتلقى ما خدامش عمرات الدنيا مشات للاخر واش كيصحاب لك انت غير غطيك تعاود من الاول لا وكتمشي انت بكل ثقه حيت كتلقى الناس اللي غيخلصوا في هذا كتمشي انت بكل ثقه انت فرحان براك فهمتي ما كلاس كدير ديك لاكارت يدك والصحراء كتسمع تسمع كتجي كتحاب زعما مشكل في لاكارت كتعاود عاوتاني مني ما كتعاودش الواعره باش كيجي يوقف هذاك ما خداماش غنوريك كيجي زعما راه عارف كتبقاو تهضروا ايوا علاش ما خدمات ترانشا على هادي على هادي عندي واحد كود قال واحد اخر على لي كيشي ديال البنكه دابا انت وقفتي في الكيشي لا ما خليك يخواو خلي داك المشكل تاع كيخواو ما تلقاش فلوس هذا من غير العيد كتمشي للكيشي باش تشري انت واقف غادير لاكارت ديالك وغادير لو كود كيجي واحد لاخر مرا وبنتها ولا راجل وولد ولا واحد وصاحبه كيتسكو بحال هكا حداك ما يمكنش انا ما نقدرش نقدر نقولها لها ديك الساعه نقول لها كنخليها تشرب قهوه كيبقى كيتسناك انت كدير في الكود ديالك وكيتسنى كيتسنى وتقول لي حيد هنايا ما عرفتش بلا في كاع البلدان كيكون الصف واقف انا واقف مورايا السيد ما كاينش نجي نتكى على الكيشي كنتسناك وكان ريسب ما بغيتش خويا نشوف شحال غنجبد ولا شحال الكود ديالي ولا غيعطيني غوفيوزي ولا ما عنديش فلوس في الكونت ولا شحال عندي بغيت ندير الرصيد شحال عندي في البنكه علاش علاش بنادم ما كيحترمش ديك الخصوصيه ما كيحترمش ديك الخصوصيه وبنادم حتى كتكون شاد الصف مثلا في لاكار ولا في اي بلاصه انا البارح كنت في واحد البلاصه باش نشري دي برودوي كانوا جوقه وجات وحده دات صباح كتشوف شي برودويات حدايا ودات ترد وقفت قدامي خليتها توقفت في لاكاس قلت لها قالت يا اه قلت لها
علاش حنا فينا هاد التمرقيل؟ علاش فينا هاد هاد وكنربحو كنربحو 30 سكوند عقليه ديال شمتهم باش مشي دراز تقول لهم عرفتي شنو تنصفح درتها قدامهم خليتهم من ورايا بغاو يموتوا لا لا ما غتعاودهاش في خاطري اليوم غتقول لهم اليوم ما جا واحد قال لي رجعي اللور اليوم بالضبط ما غت واخا بعد ما يدانا مي ديك داك الشيطان وهي قصيوره ولا سابايه فهمتي بينا فقاطعه العين العاق يدور كيديروا خليتها تطمنت مسكين قال لها ما دويتهاش قال لها اللور صافي تسامبلي ما كنحترموش هاد فهمتي عندنا ديك عند سيغتان باش ما نسماش دو ليغويزم فهمتي ديك ديال الشمت عندنا ديك العقليه ديال خاصني نشمت واحد خاصني ندوز قبل منه انا مطوره انا مع الاسف ما نشرب 90 درهم فوالا مع الاسف انا صعيبه نمشيو نشوفوا مع اوديت بوغ او كونتر العيد هذا كل واحد فيك يمشي يدوزو الناس كيدوزو جينيرال مع العائله كل كيدوزو مع الاصدقاء كل كيسافر في العيد ولا واحد ولا كيمشي تشوفوني بزاف مابقاوش كيدخلوا حولي لا ولا كيمشي للوطيل حتى 5 ايام وليداته داير الدراري صغار عطله في هذا الاسبوع هذا ديال العيد المشكل كيبقى ديال لي كوبل كل مسكينه ولا دا جالسين سيمانه الوغ في المشكل ديال 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 لي كوبل فين غندوزوا العيد واش عند دارنا ولا عند داركم اي دي دي دين يجلسوا في دارهم والعيد غتتلاقى مع العائله صلة الرحم ساهلة غادي دير القرعه ولا ديما كطيح القرعه ديما ماماك زهر يوسف كل كنتي في عالم اخر مجوج مع او ضد دوز العيد عند نسابك كل عيد على حسب نسابي قباح ها قباح ما قباح العزومه يدوز بيناتنا وسي فاسيلمون ديال العمه كاين وي نو علاش لا ما انا جو بريفير انا ما اناش انا هاد المناسبات كنبغي ندوزهم بوحدي ندوزهم مع صحابي سورتو انا مي تري بروش عندي كنكون كنتفاهم انا وياه هذاك اللي غتمشي عندو الاكادير اللي كنت غنمشي اللي ما بقيتش غنمشي طنجه ولا العريش حيت كنحس ان ما انا مع لاج ما بقيتش كنقد انني نمشي شي بلاصه اللي غنكون فيها ماشي توا ميم ماشي وا ميم واخا دون تو لي كام وا ميم ولكن اللي كنفعل معاك وغتقربلها معاك ما نمشيش معاها للدارهم في العيد لا خاص انا كون كنت مجوج ولا في حياه واحده اخرى كون كنت مثلا غنتزوج خاص كل المره اللي غنتزوج بها الرن اكثر مني نقولها داركم تقولي لي لي حيهم زيد نمشيو نصافر شي في الحب في قصة الحب تاعك مع مرا عزيز عليها دوز العيد عند الدار ما كاين حتى مشكل ندوز معاها عند الدار ما عادي ماشي مسالم تعرف شنو بان شي باقي غطيح في شي مرا اللي غندوز معاها العيد عند دارهم كل عيد وصلتو لحد غنكون كبير ديك الساعة والقطعة هي كبيرة دارهم كاع ما بقاو مشيو عند دارهم كدار كاين غير الشباح مولين الدار ماتوا كاين غير الأشباح لقاو أرواحهم كدار الجمعة كسكسو عند أمها يكون عاش كسكسو مقاد ومقود ما كاين حتى مشكل بس عندها الولسس وتاكلو ودير لاسيست عند أمها وي زوين كتعاودينا بحال عيشة لا لا الحمد لله لا انا بعدا عارف اش كاين ما كاين لا لا بوجيت وانا ما كنفرضش الراي ديالي بتاتا سي بيان وسي سكي هادشي اللي خصو هادشي اللي خصو يدير انا كما قال لي الله كنمشي ما عنديش انا ما يقولوش ليا شقاي ما يقولوش لي نجيو عندك فوالا فهمتي بيا فين ما قالوا عادي ما يقولوش ليا انا ما ندوكش بلاصه وشقاي فيها طيبي فيها غسلي فيها الماعن سيقي ودير لا بيل ميغ ديالك انا اللي خصني نشكرها انا هي اللي صابره على هادشي انا ما يقولوش لي ديري هادشي كامل نمشي معاكم فين ما بغيتو وما يقولش لي خلصي انا نمشي معاكم فين ما بغيتو صافي هو هذا الحق ساهله واحد يقول انت هي اللي خرجوك غير خذوني غير خذوني صار بوغ كونت لا لا بوغ بيان سور ولكن خاصني نكون كومبليسيتي مع راجلي لي جالس اون فاس صافي واحد الوقيته طلع لي هذا خصني ندير ليه ها ندير ليه اي نو ما يبقاش ليا صافي ما كنطولش بزاف الزيارات ديالي فريمون صغار نقدر نسلم نجلس شويه الكاس داتاي
ولا كاين خاصه هو يدير ليا هكا يدير تخصص تقول سير لا ما عنديش هذاك الشيء لا لا داك النهار شدني الشقيقه ان شاء الله ما قلتش داك الشيء غير العيد لا كل عيد انا ديري ليا شي حاجه ديري ليا شي حاجه يوسف ساره تبارك الله عليكم ميرسي بوكو عيد مبارك سعيد الله يجعل ايامكم كلها اعياد كاع لي غوسيبور اي غوسيبور ان شاء الله دائما حاضرين معكم درنا لي معكم واحد الغوسيب ديال العيد فهمتيني بقينا العيد 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 نضحك يوسف الله يديك على خير الأكادير امين يا ربي الله يديني على خير بعدا عن داري وتفتح الله في أكادير لا غتقربتي غتقربتي ان شاء الله انت واش غتوقف في دارك ولا غتمشي ديريكت لأكادير لا ضروري نوقف في داري وعلى ما داكش الأكادير لا غنوقف في داري وغنبقى في داري ان شاء الله ان شاء الله وبقى تنكر الله يخليكم نداء اللي شاف يوسف في أكادير صورة ستوري الله يخليكم ستوري ستوري ونتاكيونا مونتد $2000 اللي غادي يبات صور في أكادير انا غنعطيكم 2000 بونار اكثر من دولار 2000 دولار ساره عيد مبارك سعيد صحه وسلامه تصلحوا معاكم علينا وعليك ساره الاسبوع القادم دائما برنامج غوسيب علاش هذا عيدكم سعيد